أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كتاب في السريع. لقد وضعت حدا لنقائصي وألقيت بعيدا عن أخطائي. الكلام ده يا جماعة من كتاب فرعوني مهم من أشهر الكتب في العالم، واسمه كتاب الموتى. وكتاب الموتى ده عبارة عن وثائق دينية ونصوص جنائزية فيها كلام أن النصوص دي اتألفت على مدى 1000 سنة، يعني الكهنة قعدوا يكتبوا في الفترة الطويلة دي هذا الكتاب المهم اللي احنا لسه بنعرفه لغاية دلوقتي. الكتاب عبارة عن تعاويذ بتساعد على إرشاد روح المتوفى، وفي تعاويذ بتبقى دليل للميت في رحلته للعالم الآخر، وفي تعاويذ بتعاونه على الحساب أمام الإله الأكبر أوزير. الكتاب ده لقاه علماء الآثار مكتوب على ورق بردي في تابوت بيرجع للأسرة 18. أحيانا بنقرأ أن الكتاب عنوانه الخروج إلى النهار، تقريبا ده عنوانه الفرعوني الحقيقي اللي هو كان مكتوب على البردية. ومعلومة مهمة، كتاب الموتى مش الكتاب المقدس الأساسي في الديانة المصرية، لا، ده كان هو مجرد كتاب واحد من سلسلة طويلة من كتب إرشادية لمساعدة أرواح الموت. طبعا كلنا عارفين أن الفراعنة كان عندهم اعتقاد راسخ بأن الحياة في الآخرة هي استكمال للحياة الدنيا، وأن الإنسان لو نجح في تخطي صعوبات ما بعد الموت هيلقى نعيم شبه حياته اللي عاش على الأرض. وبعدما تتم تبرئة الروح في قاعة العدالة تمر الروح علشان تتخطى بحيرة الأزهار وترتاح في حقول القصب. ولكن علشان ده يحصل لازم نعرف الطريق، والطريق في إزاي بنخاطب الآلهة وإيه المفروض نقوله. معلومة تانية مهمة، الكتاب قعد حجمه يزيد لسنة 650 تقريبا قبل الميلاد، وثبتت عدد التعويذ اللي فيه على حوالي 190 تعويذة. وفي تعويذة واحدة شهيرة مشتركة بين جميع النسخ، وهي التعويذة رقم 125، التعويذة جماعة اللي بتوصف محاكمة قلب المتوفي في قاعة العدالة قدام الإله أوزيريس. الكتاب مهم، ولحد الآن بنرجع له ونقرأ فيه وبنعرف منه إزاي أجدادنا الفراعنة كانوا بيفكروا. زي ما قلنا الكتب أسرار وأسرارها مش بتخلص، وفي كل حلقة هنتقابل هنقول كتب جديدة وأسرار جديدة، وأشوفكم على خير.